أهلا بكم. ما فكرتش حضرتك إيه السبب في استعباد بني إسرائيل وإذلالهم بعد العزة ورغد العيش اللي كانوا عايشين فيه أيام سيدنا يوسف عليه السلام؟ أكيد في سبب وأنا هقول لكم عليه، بس الأول هنصلي على حبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده يرجع لأن في الفترة الزمنية اللي استقر فيها سيدنا يوسف عليه السلام في مصر، وبعد كده هبط سيدنا يعقوب عليه السلام وبني إسرائيل إلى مصر، كان شمال مصر تحت حكم الهكسوس، ووصل فيها سيدنا يوسف لمنزلة عالية جدا عند الملك، وكان هو المسؤول عن خزائن الأرض في مصر، وظلت الأمور على أطيب ما يكون لبني إسرائيل لغاية لما استطاع أحمس أنه يطرد الهكسوس بره شمال مصر ويعود الحكم لمصر للأسر الفرعونية. وبدءا من هذه اللحظة تبدل الحال ببني إسرائيل من ذل واستعباد واستعمال، وسبحان من له الدوام. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه فطن إلى ذلك وقال أن دقة القرآن الكريم في التحدث عن حكام مصر أمر عجيب. وبمنتهى البساطة حضرتك لو حبيت تتأكد افتح المصحف الشريف، هتلاقي كان يطلق على حاكم مصر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الملك، أما بقى في قصة موسى عليه السلام فكان يطلق على حاكم مصر اسم فرعون. تم التأكد من كل ده بعد اكتشاف حجر رشيد في نهاية القرن 19، وده دليل قاطع لكل مشكك في القرآن الكريم. وياريت الأمور وقفت عند كده. ذات ليلة رأى فرعون في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس ودخلت إلى كل بيت في مصر ما عدا بيوت بني إسرائيل. هال فرعون ذلك فسأل الكهنة عن تأويل رؤياه، فقالوا له يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاك فرعون وزوال ملكه، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل.